أنا أدعو الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اليوم في بلاغي بعد اجتماع المكتب السياسي دعا جميع القوى المشاركة في العملية السياسية إلى الركون الحكمة والعقلانية والمشاركة الفعلية في انتخابات 10 حزيران، لا ننسى بأن هناك اجتماع في 20 شباط الماضي بين وفد من حكومة الإقليم ورئاسة الإقليم بحضور الأمم المتحدة مع المفاوضين على الانتخابات، ومن قام بتحديد الموعد العاشر من حزيران لم يكن الاتحاد الوطني انما هو سيد فان بارزاني اللي هو لا. نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، لذلك هناك يعني تستوقفني وتستوقف الجميع، لماذا يقوم السيد فان بارزاني بتحديد الموعد العاشر من حزيران وفيما بعد يمتنع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن هذه المشاركه، لذلك انا اعتقد بان هناك نوع من التخوف في تراجع عدد المقاعد وهذا التخوف طبيعي لدى جميع الاحزاب وربما الحزب الديمقراطي الكردستاني يرى ذلك بان تراجع عدد مقاعده ربما في انتخابات نزيهه انتخابات يعني تكون كاك محمود تريد ان تقول بانه شعبيه الحزب الديمقراطي يعني هنا تراجعت اعتقد بانهم لديهم تخوف بان عندما لا تكون المبادرة أو زمام المبادرة بما يتعلق بآلية الانتخابات بالدوائر الفنية بالأمور اللوجستية المتعلقة بالانتخابات كما تحصل في الانتخابات السابقة بيدهم بالتأكيد لا يستطيعون التحكم بنتائج الانتخابات كما فعلوا في في الانتخابات السابقة لذلك هم يتخوفون لأن الآن المفوضية التي تقوم في الانتخابات مفوضية اتحادية وليس مفوضية في الإقليم إدخال البيانات هي إدخال بيانات الاتحادية، التحكم بآليات التنفيذ ويوم الإقتراع وسلطات الإقتراع والإجراءات اللوجستية للإقتراع هي بيد السلطة الاتحادية وبيد المفوضين وللأسف بيدهم، لذلك التخوف يعني مشروع أي حزب سياسي ربما يتخوف من هذه الأمور، لكن بصورة عامة جميع الأحزاب الكردستانية عدد الحزب الديمقراطي الكردستاني تؤيد إجراء الانتخابات.